ازيك يا حسن؟ انا جايه ابلغك اللي قاله مروان. الله يرحم، هما الميتين بيتكلموا اياك. بيقول لك الارض بخ والفلوس بح، كل حاجه بقت في جيبه وملكه وتحت امره، وانت شخصيا لو عوزتي اي حاجه هيبعتها لك كل اول شهر زيك زي اي حد. الكلام ده لاي حد تاني، انا لا. ده هو قال لي اقولهولك في وش جبريه، في وشك كده يعني. طب امشي من قدامي عاد. رتال فين يا حماتي؟ اسال امك رتال فين. اها ليه؟ عملت ايه امه؟ من الصبح عمال اشيل وهنن ورضع. يا سلام يا بريئه، امك كانت عايزه تموت رتال. طلعت ليه من غير اذني؟ وانت ما سالتش عليها ليه؟ المرة اللي تطلع من بيت جوزها من غير إذنه ما ترجعوش تاني. والراجل لمؤاخذة يا حسن اللي ما يسألش على مراته ويدور على حل شعره ما يبقاش راجل. حسن راجل وسيد الرجالة كمان. بيتك هي اللي عايزة رباية. لو النبي إيه؟ حاضر يا حبيبتي، هنشوف مين اللي هيربي التاني. اطلعي برا. ايه؟ ما سمعتش قلت ايه؟ اطلعي برا، مش عايزه اشوف وشك هنا تاني، والبيت ده ما تعتبهوش. اذا كان مروان بعتك عشان تقولي الكلام ده لامي يبقى انا اللي هقفله. انت هتوقف لاخوك الكبير يا حسن؟ مش معقول. لا يا حسن، هديت كدني انا بعد اخوك ما طردني وقعدها في البيت. هترجع ياما، هترجعي وتقعدي فيه غصب عنهم. غصب عن عين مين بالظبط؟ عن عين مروان اخوك الكبير يا حسن؟ غصب عن اي حد، وانت يا كريمه اللي هتطلعي منه. لا مؤاخذه، ده بعيد عن شنبك وشنب امك. طب امشي من قدامي دلوقتي. نزل ايدك يا حسن، نزل ايدك. امشي دلوقتي عشان خاطر ربنا. وان ما مشيتش يا حسن. لا اله الا الله، بقول لك امشي وكفاياك لحد كده. نزل ايدك، تمسكنيش كده يا ابني جبريه. اسمي حسن يا كريمه، حسن والد عبد الحكيم. وياك اسمع منك كلمه تانيه. يلا قسما عظما، لا تفنك مطرح ما انت واقفه. عايز تموتني يا حسن؟ يلا يلا جرفتونا. اوعى نزل ايدك. ركب اللي تودي ده يا بيت مصطفى. ارى ازيك يا شهد؟ ايه يا فتحي؟ جايبني على ملا وشي ليه؟ مش كان ميعادنا بالليل؟ انا مش عارف ازاي هقدر اعيش من غيرها والله. هي مين دي يا فتحي؟ انا مش عارف تعيش من غيرها. مين دي يا شهد؟ مين دي؟ والله 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 يا شهد، يا انت دي كانت حبيبتي. طب والله ما ليك عليا حلفان، انا كنت ناوي اقوم لها 10 محامين حته واحده، ان شاء الله حتى بيع هدوم. بس القدر. عايز ايه يا فتحي؟ مراتي ماتت يا شهد، عاوز ايه تاني من الدنيا؟ من الاخر. اللي اعرفه ان ابوها عنده بيت كبير محترم و25 فدان. ده انت سالت وعرفت؟ الله، مش حقي. حقك؟ حقك ازاي؟ مش مراتي حبيبتي ماتت، ومالها هيبقى مالي؟ ده الشرع يا شهد. بس اللي انا اعرفه بقى ان انت طلقتها قبل ما تموت. انا
ما حصلش طبعا. لا حصل، وهي قالت لي الكلام ده. طب عليا الطلاق بالتلاته ما حصل. فتحي حتى لو حصل مفيش اي ورقه تثبت. لا استني، احنا لازم نقعد ونكمل كلامنا ونتفق. ولا انت ناويه تاكلي حقي؟ ولا هي العيله دي متعوده تاكل حقوق الناس؟ اقول لك اسالي الست الوالده، قولي لها فتحي له حق ولا مالوش، واللي هتحكم بيه انا راضي. ماما، وماما مالها ومال الكلام اللي انت بتتكلم فيه ده؟ ها اساليها بس ومالكيش دعوه، واللي هتقول عليه الست ماما انا هقول عليه امين. لا انا عايز افهم. من غير ما تفهمي اسمعي مني. ماشي. طب ايه رايك يا فتحي ان انت مالكش حاجه عند ناديه، وانا هعرف اثبت ازاي ان انت طلقتها؟ واذا كنت فاكر يا حبيبي ان انت تقدر تاخد حاجه احنا مش عايزين نديها لك تبقى عبيط. انا مش هرد عليك على فكره، انا عارف ان انت زعلانه عشان ناديه، ما هي في الاول وفي الاخر تبقى بنت خالك. اي نعم انتوا رميتوها في السجن ومحدش عبرها، وجريتوا شهدتوا عليها كلكم ان هي اللي قتلت عشان تودوها في 60 داهيه، بس في الاول والاخر الدف ما يطلعش من اللحم. طيب استاذنك بقى، ويا ريت تبقى تدفع الحساب عشان نسيت الفيزا بتاعتي في الفندق. سلام. ايوه يا ماما، ما جيتيش ليه؟ يا شاهد يا حبيبتي، انا اللي فيها مكفيني وقلبي وجعني. هات انت يا ماما الجثه وتعالي. لا انا عايزه افهم دلوقتي ايه اللي موجود في البلد اهم من ان انت تيجي تستلمي جثه بنت اخوكي. يا حبيبتي بقول لك مش قادره. ماما، ايه اللي بينك وبين فتحي؟ ايه؟ ماله فتحي؟ مش فاهمه، زي ما يكون في حاجه بينك وبينه احنا ما نعرفهاش. هيكون بيني وما بينه ايه يعني؟ ماما لو سمحت، لو في حاجه بينك وبين فتحي احنا ما نعرفهاش يا ريت تقول لنا عليها عشان نعمل حسابنا. بقول لك ايه، انا مش ناقصه وجع قلب. يلا اعملي اللي بقول لك عليه وتعالي. وبعدين بقى يا فتحي، تعالي. هي شاهدة هنا؟ لا، عايزاكي في حاجة مهمة قوي. خير؟ شفت مروان النهاردة فين؟ عند مهدي اللي قلتلك ان انا رايحة له. يا بوي، هي الدنيا صغيرة كده وكلمتيه؟ بس اللي عرفته من مهدي بيه ان روحه في ايده. يعني ايه؟ يعني راجل وافق يعمل لك كل اللي انت عايزاه. طب يعني ايه روح مروان في يده؟ هو ده كل اللي همك يا منى؟ قوليلي. يعني مروان ده بالنسبه لمهدي صرصار يدوس عليه برجله. بجد؟ الا بجد، ده راجل جامد قوي وواصل. يعني واصل جوك ده؟ ايوه، وعايز يقابلك. عايزني ورقه يلعب بيها مروان؟ ولو عايز يلعبه هيلعبه من غير ما يحتاج لك اصلا. لا، لعب خفيف يعني، يقول له ان كل حاجه في يدي حتى اللي انت مش عامل حسابه. حتى لو كده المهم مصلحتنا. وانا موافقه.